بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. حوض حميد، يعني الحقيقة يمكن من رمضان ما التقيناش كتير، وكانت لبعض الظروف كده، يعني الحمد لله. أتمنى لحضراتكم أنكم تكونوا في أحسن حال. الحقيقة يمكن على الفيديوهات اللي نزلت، وأنا مبسوط جدا الفيديوهات بتتراجع، الناس بتعلق دلوقتي، ده شيء كويس، وإن شاء الله نبدأ نعود تاني النشاط ده كده والدنيا تمشي زي ما بنقول. الحاجه من بين الطلبات اللي اتطلبت ان احنا نعمل حاجه عن وادي الحمامات، ودي بجهز ليها، وحاجه عن جبل السلسله، وبرده ان شاء الله تعالى هجهز لها يعني حاجه كامله ليها باذن الله تعالى بالمناظر بكده. واي مقترحات من حضراتكم، قناه الفيديو موجوده، تقدروا انكم تبعتوا على الفيديو اي تعليقات انتوا عايزينها. حقيقه في موضوع كان اتطلب اكتر من مره، او مش اتطلب، كان كتير من اصدقائنا بيتكلموا فيه، وهو الاقاليم. احدد ازاي الاقليم بتاع مصر، اقول منين الاقليم، امتى الاقليم بقى اقليم وبقى فين وبتاع ايه. يعني دراسة الاقاليم المصرية دراسة مهمة جدا، ودراسة بتعتمد اعتماد كبير على اهمية الاقليم. اهمية الاقليم بمعنى ان المصري من قبل التاريخ، من مرحلة التوحيد الاولى، من وهو بيتكلم على اقاليم بتوحد. اما اسمع ان بوتو الاقي قصادها نخن، اسمع ان هليوبلس مثلا او اونو بتتكلم، اسمع ان بتتكلم سال حجر اللي هي سايس وغيرها. لكن وده اللي دايما كان مرتبط عندي باسم مصر بكلمه تاوي، الارضين. ولما يجي اي ملك عاوز اي مشكله تقابله يقول حطب سخم وي، مرد القوتين، خا سخم وي، تشرك القوتين. لما نيجي نفسر دي مع اساتذتنا الكبار الله يرحم الجميع ويدي العمر للي موجود منهم، كانوا يعلمونا ان دايما يقصد بالقوتين والمشرقتين او الراضيتين هما قوتا الصعيد والدلتا او مصر العليا. دايما نخلي بالنا من حاجه، لما بقول مصر العليا ده الصعيد، لان النيل جاي، انا هنا الدلتا هي المصب الاخير، فهي مصر السفلى. كان يطلق على أرض الشمال كمان تا ميحو، وعلى أرض الجنوب تا شمعو. الصعيد عدد الأقاليم طبعا اللي احنا كلنا بنتكلم عليه 42 إقليم، لكن العدد ده تحديدا لازال فيه كلام كتير جدا. وعندنا كتاب رائع عمل واحد اسمه إبرهارد فولجانج هيلك عمل الكتاب الشهير بتاعه على إيجيبتشي جاوا تافو 5. إيجيبتشي جاوا اتكلم على عدد أقاليم مصر العليا ومصر السفلى، وقال إن أقاليم مصر العليا كانت 22 وسبتة من نهاية الدولة القديمة. ده هيلك اللي قال كده. أقاليم الدلتا كانت لغاية الأسرة الخامسة ما بين 14 و17، ثم زادت 18 ورجعت في ال 25، الأس 25 14، وفي العصر الفارسي 17. يعني الدلتا طول التاريخ ماشي معايا ما بين 14 18 14 20، امال وصل فين؟ 20 في الغالب بلغ في نهايه المرحله الفرعونيه او ربما العصر البطلمي والروماني. يبقى اذا انا بتكلم على الاعداد بالكامل، الاقاليم هنا والتقسيم. بتخضع لايه الاقاليم والتقسيم؟ الاقاليم بتخضع ليه؟ اماكن وطبع ونطاق حدودي. عشان كده المقصورة الشهيرة لسلسلة الأول الموجودة في الكرنك، لما عملنا الكرنك زمان تكلمنا فيها وحدد الإقليم، الرمز بتاعه، المساحة، المعبود بتاعه. الله، الرمز والمعبود. يعني لما نيجي مثلا نتكلم على معبد زي او منطقة زي دندرة، هنلاقي ان ربة دندرة ايزيس، ربة المعبد حتحور، اسم الاقليم ايق، يعني اقليم التمساح. اذا لما ما تدخلش دندرة قول ده حتحور، كأني بشيل شيلة. لا، ما ينفعش هذا الكلام. نبدأ الأقاليم مع بعض، وإن شاء الله هحاول إنها ما تكونش فيديوهات كبيرة، تكون مجموعة من الفيديوهات الصغيرة ما تزيدش عن 5 6 دقايق، لسبب إن إحنا ممكن نعمل منها كاريفيجن نقرأ عليها. الإقليم الأول من أقاليم مصر العليا سونو، ومنها جت أسوان. الإقليم اسمه تا ستت، تا
ستت ساتت اللي تلبس تاج ابيض والسهمين معديين، ربه الجنوب، ربه اليفانتين، ربه المنطقه الحدوديه الجنوبيه لمصر. وخنم او غنم لما ارتبط بالمنطقه ارتبط معاه ساتت ساتت وعنقت. ولما ندخل المعبد بتاع اليفانتين هنلاقي معبد الدوله الوسطى ومعبد الدوله الحديثه، مش معمول معبد لخنم، معمول معبد ليه ساتت. عاصمه الاقليم ابو بمعنى الفيل او سن الفيل. لما جه اليونانيين وكلمه ابو، وبالمناسبه ابو دي جات لي في نصوص فوني قصه سته، لما جم اليونانيين اطلقوا على الاقليم كله اقليم اليفانتينوس، يعني اللي هو اليفانتين اللي هو مرتبط باقليم الفيل المنطقه دي. واحنا عارفين ان الفيلة كانت موجودة عندي في الحضارة المصرية، وكانت قبل هجرتها بتستقر عند الجنوب، وكان من ايام بطلميوس الثاني في مركز لتدريب الافيال في مصر، بس مش في فيلة بالمناسبة، او مش في اليفانتين، وهي فيلة مش فيلة، مش في المنطقة دي، كانوا بيتدربوا في منطقة كومومبو. قصة 26 لغاية نهاية العصر الفرعوني الاسرة العاصمة خرجت من ابو، امتدت شوية لغاية اسوان. اسوان اللي بدات كلامي مع حضراتكم، سونو بمعنى السوق. السوق الثالوث بتاع المنطقه بتاعت اليفانتين او ابو، الجزيره ابو الجزيره الاولى، هم غنم ساتت عنقت. طيب المنطقه هناك كمسح اثري بقى، لو انا رايح ازور المنطقه بزور معابد ومنطقه اليفانتين، مقابر الدولة الوسطى، معبد سنوسرت، معبد الدولة الحديثة، المدينة السكنية، الجزيرة، بقايا نقوش العصر الصاوي الموجودة في المكان. بطلع شمال، خلاص أنا حابب أطلع شمال. الإقليم الثاني. الإقليم الثاني من أقاليم مصر العليا إقليم إيمنتي حور. إيمنتي حر. الله، هو الإقليم كان اسمه إيه الهيروغليفي؟ كان بيتقال عليه بالمناسبة سبت. ثبت ثبت يعني الاقليم. ولما جم اخواتنا اليونانيين مصر اطلقوا على الاقليم تعبير نوموس، ومنها جت كلمه نوم اللي بنقولها دلوقتي، فيرست نوم، سكند نوم، ثيرد نوم، لما بنقولها على الاقاليم بتاعتنا. الاقليم الثاني اقليم حور الغربي، ايمنتي حور. العاصمه بتاعته كانت ايه في الهيروغليفي زي ما كان بيعلمنا زمان استاذنا الله يرحمه الدكتور عبد الحليم؟ جيبو، بقت ديبو، بقت ادبو، بقت ادفو، والكلمة المشهورة بتاعتها. الاسم اللي ظهر عندي في نصوص الدولة الوسطى الفرعونية، ونشوفه لو دخلتوا المتحف في العمود الطويل بتاع سونسيرت اللي جاي من ليشت اللي هي بداية الدولة الوسطى، لما بتعدوا من تحطب والتمثال بتاع داجي بتلاقوا على الشمال عمود كده، هتلاقوا بيتكلم على حور نب بحدت. بحدت بحدت بيترجمها عدد كبير ومنهم جاردنر وغيره بيترجموها بمعنى ثرون العرش، فيبقى اقليم حور والاقليم المعروف بانه عرش المعبود حورس. المدينه دي اصبحت تسير عندي في العصر الفرعوني لما جم اليونانيين اقام البطالمه معابد هناك، ومنها المعبد الشهير او اهمها على الاطلاق المعبد الشهير معبد ادفو. اعتقد احنا كنا عملنا عنه فيديوهين او ثلاث شرح كامل للمعبد، وهو أكمل المعابد المصرية في العصرين البطلمي والروماني، وهو المعبد الوحيد البطلمي فقط حتى الآن. وأتذكر إن أنا بسأل مرة أستاذنا العزيز الدكتور حسان عامر، بقول له هو ليه المعبد ده بطلمي بس يا دكتور؟ كان له رد جميل قوي، وهو أحد أقطاب اللغة المصرية في العالم. قال إن المعبود ده حورس، معبود المعبد والمنطقة إقليم حور الغربي، إيمنت حور، المنطقة مرتبطة بحورس، المنطقة بحدة عرش حورس، المنطقة إدبو، جيبو، جيبا، كذا كذا اللي هي بعد كده بقت إدفو. طيب إيه بقى اللي دخلني إن أنا أقول إن المنطقة تبقى بطلمي؟ الرومان لما جم عاوزين يبنوا، لو بنى الإمبراطور الروماني في المعبد وهو يحكم مصر من روما، فكأنه يعلن بذلك أن حور الذي يحكم مصر يحكمها من خارجها، وهو ما لم يحدث طوال التاريخ. عشان كده أغلق المعبد وترك حتى نهاية العصر البطلمي، حتى لا يقال في يوم أن حورس قد حكم مصر من خارجها. المدينة بتاعته الإقليم أصبح يعرف أبولو نوبوليس، لأنه أصبح حورس هو أبولو عند اليونان،
والثالوث بتاع المعبد حور بحدد، هتحور حور ايحي اللي هو الطفل الصغير. المدينه فيها المعبد الشهير زي ما قلت لحضراتكم الذي لا يساويه اي معبد اخر، وفي رحله الزواج المقدس والحج المقدس اللي بتقوم بيها، هتحور من الشمال من دندره الى الجنوب في ادفو حتى تلتقي بالمعبود حورس. هنقف عند كده النهارده ان شاء الله تعالى، هنكمل الاقاليم مع بعض كل مرة كده ندردش في كام إقليم، يا ريت نقدر نجمع الأقاليم دي، يبقى بالنسبة لنا عمل كأنه توثيق لأقاليم مصر في مراحلها المختلفة. أشوفكم على خير، سلام عليكم.